خمسة أيام مرت على فاجعة تفجير الكرادة، والحزن والبكاء كان رفيق الأهل والأحباء، ولمواطنين جاءوا من مختلف مناطق بغداد ليحيوا الأشجان بعيدا عن فرحة عيد الفطر. لافتات الضحايا السوداء لعشرات الشباب والمفقودين غطت واجهات المباني المحروقة، وأوقدت الشموع على أرواحهم. ولم تزل التساؤلات حول ملابسات الحادث مستمرة لدى كثيرين. يعني قبل ساعة كنت بالانفجار هنا، قبل ساعة وراي أول ما طبيت البيت صار الانفجار. والله يعني حرامات أقول له ميت وياهم أحسن من العذاب. يا عيد هذا يا عيد، مع الأسف على كل شخص كان سبب، مع الأسف والله. هذا المفروض يسووا مزار، ما ينبني هذا، المفروض يغلفوه يخلوه مزار لهم. هاي أول شغلة يسووها. ثاني شغلة ملابسات الحادث يحققون بها، لأن هاي مو حريق عادي ولا انفجار عادي، لا هو تي ان تي ولا هو مفخخة ولا هو سي فور، كلهم يسوون حفرة بالقاع. بس هذا أكو فد شي وراه، والغرفة الفوق اللي ما محترقة بها أسلحة هم أكو شي وراها. أبناء الطائفة المسيحية خرجوا بمسيرة راجلة من كنيسة سيدة النجاة إلى مكان التفجير ليشاركوا الآخرين أحزانهم في قداس جنائزي، حاملين صورة السيدة مريم العذراء رمزا للمحبة والسلام. جينا لترحم ونوقد الشموع بصلاة وخشوع ترحما على أنفسهم، طالبين من الرب أن يحل أمنه وسلامه في بلدنا العراق. لا فرق بين المسيحيين والمسلمين بشيعتهم وسنتهم، وليعيشوا متوحدين أمام ماكنة الإرهاب تحت سماء العراق. أمنيات كانت على لسان الحاضرين. نعز عوال الشهداء اللي هم ولدنا وأخواتنا اللي فقدناهم، وما عدنا إلا نقول الله يرحمهم مثواهم الجنة، وإن شاء الله بردنا سلاما على العراق والعراقيين يا ربي. إن شاء الله الله يحفظ الكل بدون استثناء بدون طائفية. كل الأديان هي وحدة، يعني قلبنا دا ينزف من الألم. الله يرحمهم، وإن شاء الله يا ربي ما يشوفون شر وما يشوفون ألم، إن شاء الله تكون هاي خاتمة الأحزان. دماء الشباب والنساء والأطفال البغداديين من مختلف مشاربهم ولمناطق متفرقة من العاصمة اختلطت ببعضها، ومظاهر الفرح لهذه الأيام باتت تسمى عيد شهيد لدى العراقيين. زياد نهاد، الحرة، بغداد.